مع الطب الرياضي. مع الطب الرياضي معالجة لمسائل الصحة الرياضية. مجلة صحية راديو الحياة فم، مرحبا بالناس اللي عادت التحقت بينا في الاستماع على البوند فم 93.9، الناس اللي برانشي على الحياة.فم. هذه هي مع الطب الرياضي، المسائل المتعلقة بالصحة الرياضية، كل ما يهم صحتكم من ناحية كلك سوى ممارسة الرياضة متاعكم بمختلف الأعمار، وإلا تأثيرات الرياضة كلك سوى تكون الإيجابية وإلا السلبية منها، كما نحكيوا على الإصابات في بعض الأحيان. المرة اللي فاتت في الحصة الفارتة كنا تحدثناكم على أهمية الرياضة بالنسبة للطفل من خلال تنمية القدرات متاعو كلك سوى النفسية وإلا الجسدية متاعه، كيفاش يختار زيدا كيف الصغير الرياضة متاعه، وكنا نوهنا على الأولياء باش يعرفوا شنو الرياضة اللي يختاروها لصغيراتهم، يخليوا زيدا الفرصة لانتقاء الرياضة لصغيراتهم، هما ما يفرضوش عليهم الرياضة اللي حبوا يلعبوها. تحدثنا لكم على فوائد الرياضة حسب الفئة العمرية ودرجنا في الفئات العمرية، وصلنا معكم زيدا كيف النقطة تكون التغذية مهمة ومهمة جدا بالنسبة للرياضي الصغير كما الرياضي الكبير، مع دكتور ألفة عبين العامري اللي حاضرة معنا من جديد. بيان سور، مرحبا بك دكتور. مرحبا مريم، مرحبا كيف تستمعي الحياة فيه. دونك دكتور، وقفنا في نقطة خاطر احنا داهمنا الوقت في الحصة الفارتة، كنا حكينا على أهمية التغذية بالنسبة للرياضي وخاصة الرياضي الصغير. جوست نذكر هكا بغيفمون، حكينا على الكاونة تكون ثلاثة وجبات مع زوز لومج، خلينا نعاودوا نذكروهم بأهمية التغذية بالنسبة للرياضي وخاصة الرياضي الصغير. احنا نحكيو مريم على معناتها على تعاطي الرياضة بالنسبة للأطفال، الأطفال والمراهقين، بالنسبة باش نحكيو معناتها شنو هما لي سبيسيفيسيتي. كيما التغذية مهمة جدا، احنا ديما نقولوا النمط عيش سليم بالنسبة للرياضي ككل يحافظ على صحته ويمكنه معناتها من أداء أفضل. بالنسبة باش نحافظ على صغيراتنا وهما معناتها يتعطاو نشاط رياضي، يلزم نوفروا لهم معناتها تغذيه سليمه. التغذيه هذه جينيرالمون معناتها هي سورتو معناتها تكون ديما كي نذكروا اللي هي لازمها تكون متوازنه متنوعه. اول حاجه باش وتغطي له معناتها مناسبه، كونه تغطي له الحاجيات نتاعو في النمو بما انه هو في فتره نمو، والحاجيات نتاع معناتها النشاط البدني اللي قاعد يمارس فيه. دونك سلون معناتها ديما الحاجيات هذه تكبر سلون لاش مع العمر ومع نوعيه النشاط ومده النشاط بيان سور. بالنسبه للنهار اللي ترينا فيه معناتها الصغير، ديما نقولوا احنا فما ثلاثه وجبات وزوز لومجات. نهار اللي ترينا ديما كيما نعرفوا اللي فطور الصباح مهم جدا بالنسبه للصغير. فطور الصباح معناتها لازم يكون متنوع، هي اي وجبه لازم تكون متنوعه ومتوازنه. دونك يكون فيها نشويات، يكون فيها البروتينات معناها من حليب من عظم مثلا، نشويات كيما معناتها اللي هما سكريات بطيئة الامتصاص كيما نقولوا احنا بسيسه كيك خبز ان فروي اللي يعطينا الفيتامين والمينيرو، مثلا سورس دو كالسيوم اللي هو حليب ولا ياغورت حليب ومشتقاته. هذا بالنسبه لفطور الصباح. بالنسبه للفطور نص النهار، بون لو مش العشره معناتها نجم نستغنيو عليها اذا كان هو يترين، مثلا العشيه اذا كان يترين في القايله نجم ناخذوها. بالنسبة لفطور نص النهار كيف معناتها الأهم يكون معناتها يكون فيه برشا نشويات، نقولوا احنا حتى 60% نشويات من سكريات بطيئة الامتصاص اللي هو جينيرالمون بات، معناتها ماذا بينا نهار اللي ترينا يبدا معناتها فطور بات، مقرونة كسكسي روز أي حاجة معاه لباغ دو بروتيين اللي هي ديما نقولوا احنا مقدار الباغ دو بروتيين اللي يستحقها هي على قد كف يد نتاع الصغير، معناها مشويه ولا مقليه ولا معناتها طايبه في الفول، ومعها سلطه زيك السوق فيتامين ومينيرو، معها ان فروي. اذا كان هو باغ اكزومبل يترين العشيه معناتها بعد جينيرالمون يترينيو الصغار من 6 بعد القرايه نتاعهم بعد ما يكملوا ديجا من 6 فوق. اذا كان يترين السته قبل لونترينمون بساعه هكاك ساعه ونص، ياخو ولا ساعة هكاكا ياخو مثلا بدا بحاجة يكون فيها معناتها كالسيوم
يكون فيها خاطر هذيك حشو بيه، يكون فيها سكريات اللي هو متوسطة الامتصاص معناتها كيما لي فروي جينيرالمون، معناها ان جو دو فروي معاه مثلا ان كيك، نجم يكون توست صغير مثلا معناتها ساندويتش صغير مثلا خبز وجبن معاها ان فروي هذا قبل ما يمشي ترينا ساعة نص ساعة ساعة غربة هكاك. في وسط الانترينمون معناتها جينيرالمون يزمو السوائل كسوا ماء، والا اذا كان الحصه تدوم اكثر من ساعه نجمو مع الماء ان جو كسوا جو فري والا جو معناتها ان جو معناتها حاجه حلوه معناتها والا ماء يكفي معها مثلا باك شوكولاتي اذا كان الحصه تدوم برشا طويله معناتها طويله اي ساعتين ساعتين ونص معناتها نزيدوها مع فتره الراحه بيان سو، اما ناكدوا برشا على شرب الماء كسوا قبل لونترينمون كسوا في وسط لونترينمون كسوا بعد لونترينمون، ديما ناكدوا على اهميه voilà. شرب الماء بعد لونترينمون جوست ابخي نعرفوا اللي جوست بعد ما يترينا مثلا اذا كان يترين الخمسه باغ اكزومبل السته ونص هكاك جوست بعد لونترينمون مش باش ينجم يتعشى الصغير خاطر فما ديما حكينا عليه قبل اللي هو معناتها سونساسيون دو ساسيتي معناتها يحس روحه مقنع هكا بعد لونترينمون ما ينجمش دونك نعطيو حاجه سائله معناها ان جو والا مثلا حليب بارفومي اللي يبدا معناتها اللي معناها فيه شوكولا ولا فريز والا اللي حاجتنا فيه فيه حاجه مثلا كيما الحليب والا ياغورت معناتها فيه كالسيوم فيه بروتيين وفيه دي جلوسيد اللي هما معناتها سكريات معناتها متوسط الامتصاص وجوست بعد ينجم يتعشى العشاء الليل سورتو معناها مهم برشا فيه يلزم يكون فيه نشويات فيه بروتينات اللي باش نرجعوا البروتينات اللي ضيعهم وقت لونترينمون فيه سكريات معناتها قلنا بات روز معناها نبعدوا ديما على الدهنيات اقل دهنيات الليل وسوب اللي يكون فيها لي سيلين يكون حاجه ليكيد معناها معناها مفيده تضيع لك العرق اللي السيلين هول الاملاح المعدنيه اللي ضاعوا من البلان نتاعهم هذه بالنسبه للتغذيه نتاعو مع الحرص كونه تكون معناتها ديما منتظمه وديما معناها في اي غطاء يكون فاريي وفيه معناتها من المنتجات الكل فوالا هذوما تقريبا معناها ثلاثه وجبات اللي قلنا لازمهم يكونوا ديجا نتصور معناها لي مامون الكل خذوا وقيدوا هكا شنو لازمهم براتيك مو حاجات سهله مي حاجات باش تفيد خاطر التغذيه تعتبر مهمه جدا دكتور عندنا منضيفو في موضوع التغذيه هذا بيان سور اكدنا على شربين الماء هذاك اللي يكون على طيله فتره النهار نتصور دكتور سورتو مع وقت لونترينمون فما بعض الامهات اللي تتسائل ممكن دكتور ألفة تقول لك الماء هل أنه عادي يشربوا الماء معناها وقت لونترينمون فما اللي يقول لك ليه ما لازمش هو سخون يشرب الماء هنا نحاولوا نوضحوا النقطة هذه للناس اللي تقول لك ليه سخون ما تشربش الماء لا قدر الله شنو ينجم يصير دونك ما يعرفوش الفينومين اكزاكتومون نحاولوا جوست حتى بغيفمون نفهموا لهم اسكو ينجموا يشربوا مسموح الماء وقت اللي ديريكتومون يقف من لونترينمون ولا يرتاح شوية هو الماء راهو ناكدوا عليه قبل لونترينمون قبل لونترينمون نص ساعه لازم على الاقل نص لتر ماء في وسط لونترينمون يشرب اباندامون بالعكس هو الماء هو معناتها هو كي يسخن معناتها البدن دونك تمبيراتور تطلع كنا فسرناها قبل تمبيراتور سنترال تطلع هذاك علاش يصير العرق هكا ولا دونك العرق هو باش يبرد البدن والماء باش يعوض العرق هذاك راهو الماء لا يقعد في الكرش لا يقلق لا يقعد معناتها لي معناها يفاتيتخ اليميني معناها كله باش يخرج افرازات العرق دونك سخون يشرب الماء بالعكس يلزمو يشرب الماء باش يبرد خاطر راهو نعرفو الفونكسيونمون تاع البدن ما يصير كان في تمبيراتور 37 دوغري دونك احنا البيت نتاعنا كيما العرق كيما الماء باش نطيحو تمبيراتور سنترال باش البدن يخدم معناتها باهي معناها بصفة معناها ناجعة دونك ما فماش منها معناها لا يمرض وقت اللي يسخن يلزمو يبرد بالعكس معناها يلزمو يشرب برشا ماء اكل ايترا ونص تاع ماء هذيك في وسط تخلي الدبوسه اللي يدخل بها لازم تخرج فيها تخش فيها فوالا دونك معناها هي روبير يعني فكنت فيه مش يقول هاني شربت ديما نذكروا يشرب الماء قبل ما معناها ما يستناش العطش معناها مش يستنى العطش
يجي يشرب الماء اول حاجه حفاظا على صحته، ثاني حاجه حتى البيرفورمانس تاعو رام نتاعو يكون خير برشا. واهم معنى فهم حاجه مهمه اللي باش تقيه من قلنا ان الماء يقيه من الاصابات. فوالا وهذايا هو معناها المحور الثاني اللي باش نحكيو فيه بيان سور دكتور ألفة، الاصابات. نذكركم اللي احنا موضوعنا لليوم هو اهميه الرياضه بالنسبه للاطفال، وحكينا لكم اليوم خاصه خاطر في الحصه الفارطه اكدنا على اهميه الرياضه والفوائد نتاعها على حسب الفئه العمريه. اليوم تحدثنا لكم على التغذيه واهميتها بالنسبه للنشاط الرياضي، وما زلنا مواصلين معكم سيدة مستمعين على 93. حديثنا بعد شويه على الاصابات، فماش حاجه خاصه فيما يخص الاصابات بالنسبه للطفل الرياضي. مع الطب الرياضي، مع الطب الرياضي، معالجه لمسائل الصحه الرياضيه. مع الطب الرياضي، مع الطب الرياضي، معالجة لمسائل الصحة الرياضية. معالجة لمسائل الصحة الرياضية خاصة صغيراتنا اللي يمارسوا في الرياضة، نحاولوا نعطيهم بعض النصائح في موضوعنا لليوم. دكتور ألفة عبين العام اللي حاضرة معايا، نعاود نرحب بيك دكتور ألفة. موضوعنا كما قلنا حكينا على التغذية، حكينا على الماء، وقلنا أهمية شربين الماء اللي باش تحمينا من الإصابات. احنا حديثنا في مواضيع سابقة بطبيعة الحال في الرياضي الكبير خلينا نقوله والرياضي لادجول، تحكينا على الإصابات اللي تنجم تصير جراء التمارين اللي يعملوا فيها، جراء حوايج غلطة ينجموا يعملوها. هني هل انه فما اصابات تكون خاصه بالصغير الرياضي اكثر من الاشخاص الاخرين؟ معناها كي نجم نحدوا على الاصابه نقولوا اصابه ذي راهي تجي للصغيرات اكثر من اللي تجي للكبار. هو فما بالنسبه للاصابات معناتها بالنسبه للطفل الرياضي هو اكثر عرضه للاصابات، باسكو معناتها باسكو هو معناتها تعاطى نشاط بدني، دونك ينجم يكون اكثر عرضه. باقينا الإصابات هذه ما تنجم تكون معناها إصابات حادة كمعناتها أي رياضي ينجم يصاب بالكسور وإلا معناها التواء مثلا في الكاحل وإلا في الركبة. فما الكدمات الصغيرات معناتها ينجم يكون فما معناتها كدمات في البلايس الكل. وفما إصابات اللي هما معناه بلو سبيسيفيك معناه مش الحادة، هما إصابات اللي تكون معناتها نراوهم في الجنرال ما وقت الإفراط معناه في التدريب، وإلا وقت اللي يبدأ التدريب معناه إنادابتي بغابور للعمر. كنا معناها أكدنا في الحلقة الفارطة على كل عمر وشنو سبيسيفيسيتي تاعو، خاطر احنا شنو عندنا الطفل هذايا الصغير طفل اللي هو قاعد في فترة نمو في فترة نمو كسوا معناتها ما قلنا احنا من 3-5 سنين او نقولوا 5 سنين حتى 18 سنة. فما تغيرات معناها كسوا معناها في الجسم نتاعو معناها على مستوى العظام نتاعو على مستوى العضلات نتاعو. في الفترة هذه سورتو في الفترة نتاع بين 10 و14 سنة وحتى هو صغير معناتها العظام نتاعو العظام نتاع الصغير هي باش تكون معناتها راهي مش هشه، اما معناتها دوسيتي نتاعها قليل معناتها الكثيفه نتاع العظام مازال في فتره نمو. وفما دي زون موجودين في وسط سورتو بيري ارتيكولير معناتها بحذا لي ارتيكولاسيون بحذا المفاصل باش تكون هما ان كارتيلاج يتسمموش عظام معناتها من غضروف. الغضروف هذيك اللي يمكن من نمو في الطول معناتها اللي نلقاهم في الركبه على مستوى الركبه على مستوى المفاصل الكل في السويبع الكل معناتها موجودين الغضروف. الغضروف يكون لين، وبالنسبه للصغير في العمر هذيك العضلات والاوتار نتاعو يكونوا اقوى من الغضروف. هذيك علاش فما دي بليسور اللي هما بيان سبيسيفيك حتى حاده تلقى لاغاشمون معناتها نتاع لاغاشمون نتاع راس العظام معناتها معناتها يتقلع على قوه معناتها العضله وكل معناتها العظام يتقلع في معناتها على مستوى
الديبي نتاعو لي زاراشمون هذوكم اوسو موجودين اكثر عند الصغار دونك في اي تروماتيزم في الرياضي اول حاجه يليمينيها معناها اون ايغو هو لاشمون اوسو فما لي بليسور اللي هما معناتها تلقاها ديما يترينا برشا مرات يترينا بمكان بحدة كبيرة شارج دونترينمون كبيرة وإلا معناتها مثلا ما يعملش احماء معناها ما يسخنش بالبدا ما يعملش لي زيكزيرسيس ديتيرمون هذوكم يعرضوا لل معناتها معناها فما يكون ضغط كبير على البارتي نتاع لي كارتيلاج والا العضلات والا الاوتار دونك فما معناتها فما دي تندينوباتي اللي نلقاوهم عند الصغار قلي اقل من الكبار اما اون فوا راهو صغير عمل اون تندينيت راهو فما سوفرونس كبير علاش قلت لك العضله والوتر يكونوا قويين برشا عند الصغار دونك اون فوا التوندون معناتها تضرب راهو فما تروماتيزم كبير والا فما اون شارج دونترينمون ولا اونترينمون ماهوش انادابتي معناها بالنسبه للصغير بالنسبه للصغير فوالا في اقل فما دي مالادي اخرين اللي هما نقولوا احنا لي مالادي دو كروسونس اللي معناتها نجم نسميهم شويه هكا مثلا بالنسبه لمستوى الركبه اللي اكثر نلقاوها هي لوزغوتشلاتير فما في مالادي دو سيفير هذوما معناها نقولوا احنا معناها امراض نتاع النمو شو معناها في فتره النمو هذيك كي الكارتيلاج دو كوتالي تصير سوفرانس تصير انفلاماسيون كبيره دونك دكتور هنيه باش نحاولوا في اقل من دقيقه نعطيو سبل الوقايه كما قلنا احنا تاثيرات النجم تكون كبيره على الصغير ونعرفوا معنا اللي هي كانت ماهيش مطابقه لعمر الصغير حتى ممارسه النشاط الرياضي فيه كيفاش نجموا نحميو هنيه صغيراتنا في اقل من دقيقه دكتور طرق الوقايه هما اهم حاجه ساعه اونترينمون سبيسيفيك يلزم المؤطر ولا لونترينور يعرف راهو يسادريس دي زونفون يلزم يكون لي زيكزيرسيس ادابتي للعمر هذاك دونك هذاك علاش الصغيرات نقسموهم معناتها لي جروب صغار يبداو كيما بعضهم ما يكونش واحد كبير مع واحد صغير دونك باش نخدموا لهم دي زيكزيرسيس بيان سبيسيفيك اول حاجه فاني وسائل الوقايه بيان سور الحمايه هذوك بكل رياضه شرب الماء تمكين معناتها الاطفال في وسط لونترينمون من فتره راحه شرب الماء نعاودو برشا معناتها يلزم تمارين الاحماء ولي زيتيرمون قبل لونترينمون وبعد لونترينمون فوالا ميرسي بوكو سيرفيونس ميديكال بيان سور اكيد المتابعه الطبيه ناكد عليها مشكوره جدا دكتور ألفة عبين العامري طبيبه الرياضه على المعلومات القيمه اللي عطيتهم لنا في موضوعنا للحصه الفارطه وللحصه هذه اهميه الرياضه بالنسبه للطفل ما نحبوش لما تفوتكم الحلقات هذوما تنجموا تلقاو الانتغراليتي نتاع الانترفيو ذي على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه فام ميرسي بوكو امنا بوخيت في الاخراج التقني الحصه صيف بولعريس في الديجيتال مريم منصوري كوتي ميكرو تقولكم شويه خريجيكم رحيم المجبلي في سانتي 5.0 بقيت متابعه طيبه لي برامج الحياه فهم دمتم في امان الله مع الطب الرياضي معالجه لمسائل الصحه الرياضيه